مش رئيس جمعية أحباء الوارد، مرحبا بيك. مرحبا سي عيسى. وبيك شكرا. لا وسي عيسى البكوش حط روحه في بقعة باهية، محفوف بزوج جمعيات ناشطين برشا اللي هما وجمعية أطباء شبان بدون حدود. أيوة. الياس مرزوق وجمعية الوقاية من حوادث الطرقات. هو الورد هو يعني وقاية وعلاج يعني. الله الله الله. سي عيسى، جمعية أحباء الورد بأريانا تبارك الله ناشطة وعندها مساهمات كبيرة وعندها شكون يمثلها اليوم في الإبحار على الإنترنت، كلمتين على الجمعية هذه. الجمعية تأسست تلبية لرغبة موجودة عند كل تونسي وتونسية وعند كل إنسان، لأن الجمعية نجم نقولوا أبعادها كونية، هي مقرها ريانا، لأن ريانا كما يعرف السادة المشاهدين هي عاصمة الورود في تونس، الجمعية التونسية تاريخيا وإن شاء الله في الحاضر وإن شاء الله في المستقبل، بحيث الورد اللي هو مثل ما أشارت له الأغنية منذ قليل هو عنوان المحبة، هو رمز المحبة والصفاء والعلاقات الودية، بحيث أعتقد النبتة هذه اللي ربي حباها بها ريانا وتونس، وأعتقد لابد من جمعية باش تجمع الأحباء نتاعها اللي عددهم لا يحصى ولا يعد. هي الأولى من نوعها في العالم. إن شاء الله إن شاء الله تكون عندها البعد الكوني اللي قلت عليه منذ قليل، وإن شاء الله باش نشوف في زيارة الآن القرص الليزري اللي جهزته جمعية أحباء الورد في أريانا، ونرجو حتى لتاريخ الورد شوية في أريانا مع صديقنا منير وبقية الزملاء ياسين الكويتي وورد أريانا. تلاحظوا المشاهد، تاريخه أريانا وعيد الورد، ثم حتى لقطة صوتية إذن هذا القرص مثل الحال موجود وممكن أنه سيوزع قريبا في عيد الورد في أريانا اللي ينطلق يوم 5 ماي، ينطلق عيد الورد في أريانا، وإن شاء الله توزع كميات من هذا القرص الليزري على أحباء الورد والناس اللي مغرمين بالورد انطلاقا من أريانا. سي عيسى نحب نقول لك على حاجة، خرجنا بميكروفون البرنامج وسألنا الناس، تتخيلوش اللي ثم جمعية أحباء الورد، هاي الإجابات مباشرة في عالم الإنترنت. جمعية أحباء الورد تعرفها؟ لا لا ما نعرفهاش، جم ماذا بين حب نعرفها ونكون منها. اسمع بيه ثم جمعية متاع أحباء الورد مخرط فيها أنت ولا؟ لا مازلت أما قاعد نخمم شنو خرط، قاعد نخمم وإن شاء الله جمعية تتطور معناتها. والجمعية هذه ماذا بين احنا نتعاون، نتمناو منها باش تعاوننا وتعرف بينا تعرف المشموم تاع بلادنا، خاطر الصنعة الوحيدة اللي موجودة في العالم. توا باش تمشي تطلع على مريضي تنزلوا شوية ورد فهمتني، تحطوا بجنبه فهمتني، يعمل عليه كيف، لا تقدم اللي باش يمشي يطل على امه عيد الامهات يهز اللي عنده في عنصي نتاعو. ورد أريانا في الاستوديو حاضر معنا كيما شاهدتوا، هاي ورود ورد أريانا شيعمل كيف.